السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض غدا سهل وبسيط جدا، مش هياخد معاكي وقت خالص. طبعا هعمل معاكم تشويحه الكبده والقوانص، كده طعمها تحفه وجميله جدا. طبعا عندي هنا طبعا ده كان اكتر من نص كيلو، طبعا كل ما بجيب فراخ كده الكبد والقوانص طبعا ما بنحبهاش مسلوقه، فبشيلها بحوشها في كيس كده في الفريزر، ولما بتوصل الكميه انتوا شايفينها كده الكميه اللي هي هتقضينا بطلعها. وعندي هنا هو طبعا عندي دي معلقه كبيره توم، عفوا طبعا على صباعي متعور، خلينا في الصباع التاني. عندي دي معلقه كبيره توم، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره 7 بهارات، معلقه صغيره نص معلقه صغيره كمون. طبعا عندك فلفل الكميه اللي تعجبك، تقطيعها شويه كده مكعبات مربعات، بصي اي تقطيعه تعجبك. طبعا عندي هنا الطاسه اهيت فيها 3 مكعبات زبده كده مع شويه زيت، هحطهم على النار دلوقتي وارجع لكم. وكده حبايبي رجعت لكم بقى، والطاسه بتاعتي على النار مع الزبده والزيت كده بيسخنوا. طبعا هنزل اول حاجه اهو، هنزل اول حاجه بالثوم، حاجات بسيطه كده جدا، اقلبه تقليبه بس كده صغيره. طبعا مع الملح والفلفل الاسود والبهارات والكمون هنزل كله مع بعضه كده، تشويحه بسيطه كده جدا مع الزبده. بصي تقليبه صغيره جدا. وابدا انزل بالكبده اللي عندي، الكبد والقوانص طبعا انا مقطعه الكبده كده كبيره الواحده 2، والقوانصايه برضو الواحده 2، حابه تصغري تسيبها سليمه اللي يعجبك. تشويحه بقى كده. طبعا القوانص لو هتقطعيهم قد بعض، لو هتقطعيهم صغير مثلا قد بعض، القوانص بتاخد وقت في التسويه عن الكبده. انا عشان مقطعه كبده كبيره والقوانص طبعا جايباها واحده 2 صغيره، فنزلت بالاتنين مع بعض. فشوحة صغيره زي ما انتوا شايفين كده، عشان القوانص طبعا زي ما انتوا عارفين بتاخد وقت في السوى عن الكبده. تنزلي انت لو هتصغري بقى زي ما قلت لك، تنزلي بالقوانص الاول تديها تقليبه كده، وبعدين تنزلي بالكبده. وصفه سهله ولذيذه وسريعه، جميله جدا. هعمل جنبها انا بقى ان شاء الله شوية سلطة كده. كده اول ما لونها كله بدأ يغير كده، مش ناقص معايا الا الفلفل. اي كمية فلفل حابة تضطري تقللي برضو زي ما قلتلكم الاكل بقى ازاي. شفت هنا متقطع السلطة اهو، أكلة سهلة لذيذة طعمها جميل هتعجبكم. طبعا في ناس بتحبها بالبصل، هعملها معاكم كده إن شاء الله مرة تانية إن شاء الله بالبصل. هي بتاخد وقت معانا خالص على النار. انا بقى دلوقتي على ما هي تستوي هعمل جنبها طبق السلطه، وارجع لكم ان شاء الله بعد ما الكبده والقوانص بتاعتي تتشوح كويس جدا كده وتستوي، واجهز طبق السلطه وارجع لكم باذن الله. بصوا حبايب قلبي كده الكبده قبل ما اطفي عليها هي خلاص كده تكه بسيطه كده دقيقتين بالكتير قوي كده، وهطفي عليها. شوفوا قبل ما اطفي بقى، بصوا معلقه صغيره خالص هتخفي معاكي اي ريحة زفارة، اي ريحة مش مرغوب فيها في الكبدة، والقوانص طبعا هتخفيها معاكي ومش هتبان معاكي في الاكل. طبعا كده حبايبي هطفي عليها بقى ان شاء الله، اول بعد دقيقتين كده ان شاء الله وانا جهزت طبق السلطة هطفي عليها وابقى ارجع لكم باذن الله بعد دقيقتين. كده بقى حبايب قلبي معايا الكبدة بتاعتي استوت اهي مع القوانص كويس جدا، هغرفها بقى ان شاء الله وهرجع لكم. وكده حبايب قلبي بقى رجعت لكم بعد ما غرفت بقى الاطباق بتاعتي. طبعا دي الكبده اهي والقوانص ما شاء الله مستويه طعمها تحفه، شوفوه ما شاء الله، شوفوه هو الشكل يتحدث عن نفسه. وطبعا قطعت طبق خضار هنا معاها هنا هو، وده طبق سلطه عملته وحطيت عليه طبعا عصرت عليه ليمونه ومعلقتين خل، حطيت له معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه 7 بهارات.
نص معلقه بابريكا، بتخلي ميه السلطه معاكي لونها احمر وجميل وتحفه، تبقى احسن من سلطه الحاتي كمان. وكده حبايبي بقى اكون خلصت معاكم فيديو النهارده. وطبعا الكبده ما تنسوش طبعا في الغسيل، انا قعدتها 3 4 دقايق كده في خل وليمون، وما تكتريش النقع بتاعها في الخل عشان الخل بيهري الكبده معانا ما بتبقاش مستحمله. وبعد ما غسلتها طبعا صفيتها وقدمت لكم الفيديو زي ما انتم شفتوا طبعا خطوه بخطوه. وطبعا معلقه الخل اللي حطيناها معاها في التسويه ديت بتلغي اي زفره خالص من الكبده بتاعتنا مع القوانص طبعا. تحفه طبعا، والطريقه سهله وبسيطه تعجبكم ان شاء الله. اتمنى حبايب قلبي تجربوها، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير عشان الكل يستفيد. لو لسه ما اشتركتوش في قناتي اتمنى تشرفوني، فعلوا زر الجرس ليوصل لكم كل جديد منا عشان تقدروا تسمعوا الفيديوهات اللي فاتت واللي جايه. طبعا كده حبايبي هاني معاكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.